العسكرية التي سموها المرحوم مجاهد أخا موق حاج موسى بن ناحية. إننا نعتبر هذه المناسبة محطة اتصالية هامة نسعى من خلالها للتعريف بالمؤسساتنا التكوينية. تعتبر هذه الأبواب المفتوحة منطلق حملة التجنيد لانتقاء الطلبة الضباط العاملين لحسب الدورة 2021-2022، والتي ستفتح لها التسجيلات مباشرة بعد إعلان عن نتائج البكالوريا لسنة 2021.